طلبت منه أن فسأله الرسول أن يترك له النخلة أو يبيعها له، فرفض الرجل. فأعاد الرسول قوله: بيع له النخلة ولك نخلة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام. فذهل أصحاب رسول الله من العرض المغري جدا جدا. وافق الرجل، وأشهد الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة على البيع، وتمت البيع. والعتق الرداح هنا هي النخيل المثقلة من كثرة التمر عليها. وعندما